هذا هو الطرف ديال التساوب. شنو نخدموا هادي عليه اخي جلابة، محسن دابا؟ هادي جلابة. جلابة صغيرة ديال العوايا الصغار ديال رمضان ما جاي، و 26 كنخدموا فيهم هذا، رمضان كيوجدوه كيوجدوه من رمضان فيهم هذا روزاليندا ولا معرفتش شنو اسمها. هادي شنو اسمها محسن؟ هادي ساندريلا. ساندريلا وداكشي. هذا هو بابي ترونسفير كيتطبع فيه، كيمشيو معانا. يعني هنا الجهة الحمراء ما كيطبعوش فيها، الجهة الحمراء ما كيطبعوش فيها، كيجيبوها في الطبعة اللي الجهة اللي بيضاء. بابي ترونسفير ها هو غادي ينزل على هذيك كيتفيكسا، واحد الطرف ديال في الساق ولا هذا الطرف ديال الفليكس. المهم هذا البلاستيك ديال الفليكس، البلاستيك ديال الفليكس باش يلصق، كيتأثرش بالحرارة باش ما كيدوبش. إذا عملتي شي سكوتش ولا شي حاجة يلصق لك فيه، كيلصق في البياسة وكيوسخها. وهادي بعد غندوزو للحرارة إن شاء الله. كاينة وحدة هي كدوز في الحرارة، هي شوية كدوز في السخون، عندها تقريبا واحد 60 ثانية، دقيقة حتى دقيقة و دقيقة ونص، على حساب التوب وعلى حساب على حساب الطبعة. وكيشد التوابت اللي بريو، اللي كيكون التوب بريو كيعطي فيه الكاليتي احسن من الماط اللي كيكون بالكوطون ولا شي حاجة. شي بحال التوب الفايض. كما كتشوفوا معنا هذا هما الموديلات اللي طبعوا قبيلاتي. ها هي هادي واحد الصندريلا، هادو جليل بهاد العواو صغارين. هانتا كاين هادي، كاين هادي، هادي الجبلية، هانتوما الجبلية بالصفار، هادي عاو كيعملوها العواو صغار، هادي الجبلية عاو في جهة أخرى، هادو عاد كيتخيطو. وعليكم السلام، هادي ميكي ماوس، هاهي أخرى، شغل هاديك أخي محسن. هاتوما ساندريلا فوالا، هادي وحده اخرى الصبون ديالها كما كتشوف معنا. كاين حسابو غادي يطبعو، ها هو البابي ترونسفير ديالو. كاين جهة حمراء و جهة بيضاء. هاهي باقي لها 60 ثانية باش نزولوها. كيجيو بواحد الكاليتي صراحة، شي حاجة واعرة مزيونة بزاف. باقي 40 ثانية. ديال لابريس باش كتبريسي، ملي كيكون التاو مفتوح كتخرج شي حاجة أحسن. تا هادو راه اللوغو ديالنا ديال ان اش، هذا هو البابي ترونسفير. هاهي ما باقي لا والو، هادي بعد ثواني صافي، هذا كتقول لك صافي. تشوفوا معنا ساندريلا، هذا هو ميكي ماوس اللي طبعنا في البابي ترونسفير. هذا هو هذا كما كتشوفوا، هذا الانفير. ها انتوما شوفوا معنا